اليرموك. طبعا نادي اليرموك على يمين الشاشة طبعا راح يكون بحراسة المرمى مهدي بوشهري وبيدرو وديفيد مورا الأسباني والبرتغالي راضي الحمدان ساعد الخضاري. أما القادسية على يسار طبعا الشاشة طبعا محمد نايف بحراسة المرمى وليو وكالفن البرازيليين في صفوف نادي القادسية، وطبعا بدر المندي ويوسف السلمان. إذن طبعا نشوف عبد الله شيخان مع نادي القادسية مكمل مع نادي القادسية، وهذا ليو إلى تتقطع وإلى مورا، ولكن بشكل ذكي من ليو يطلعها من أمام المحترف البرتغالي. يا سلام حراسة المرمى بنص الملعب، حراسة المرمى يعني لعب بدور الحارس وطلعها بشكل جميل. طبعا كالفن مع الكرة يحاول يتقدم، كالفن ياخذها ديفيد مورا، ياخذ الكرة طبعا ويتقدم وتروح منك يا بيدرو المحترف البرازيلي طبعا اللي في صفوف نادي اليرموك. استلم هذه الكرة وراحت منه. إذن تلعب الكرة إلى نادي القادسية، توصل الكرة إلى كالفن، إلى ليو، كالفن سلمان، كالفن ناحية اليمين إلى ليو، كالفن يحاول يعدي ولكن في ضغط كبير. راضي يخطئ طبعا اللاعب وتطلع الكرة إلى ركلة تماس لصالح نادي اليرموك. إذن احتياطي نادي طبعا اليرموك، كانت في البداية حماسية. عبد المحسن موشيبة، فهد غالب، مشاري مزيعل، جراح وعلي السيف وصالح الحمادي واحمد جابر، وتلعب وفي تسديده مساعد الخضاري وعبد الرحمن الشمري ومدرب الفريق دودا الاسباني البرازيلي. اما نادي القادسيه محمد بديح وسالم صميعي وطبعا محمد اشكناني ومحمد الشافعي ومحمد القويفلي ومبارك الهاجري وعبد الله شيخان وجاسم العميري وطبعا المدرب الوطني عيسى فلاح. اذا تلعب الكره بمباراه حلوه، مباراه حماسيه من بدايتها. ياخذ الكره طبعا ليو الى كارفن، ولكن الطول من طبعا كالفن. هذه الكرة إلى ركلة تماس لصالح نادي اليرموك. تلعب الكرة بيدرو، ديفيد مع الكرة إلى بيدرو إلى ديفيد مورا، إلى أخذ وتنقطع وتتسدد ويردها مرة ثانية. إذن لغاية الحين مباراة حماسية، لغاية الحين مباراة حلوة وما بين الفريقين. طبعا هذا مهدي بوشهري طبعا اللي طلع هذه الكرة، تسديدة قوية من أحد لاعبين نادي القادسية من كالفن طبعا اللي سدد هذه الكرة، ومهدي بوشهري يطلع هذه الكرة. طبعا اليوم في نقص، وهذا كالفن طبعا في نقص نادي القادسية، طبعا يوسف الخليفة اللاعب المنتخب الوطني، وفي نقص نادي اليرموك طبعا حمد حياة كابتن المنتخب الوطني، واللاعبين على مستوى عالي اليوم يغيبون بصفوف طبعا ناديهم نادي القادسية ونادي اليرموك. وإن شاء الله الشفاء العاجل للاعبين الكبار اللي إن شاء الله نشوفهم في الملاعب ويمثلون فرقهم ويمثلون المنتخب الوطني. ركلة تماس لصالح نادي طبعا اليرموك، بيدرو إلى ديفيد يحاول يعدي سلمان، ياخذها بيدرو ياخذها وتنقطع مرة ثانية إلى ليو إلى عبد العزيز السلمان أو يوسف السلمان، ياخذها يا سلام عليك من ديفيد مورا، يقطع هذه الكرة إلى بيدرو أمامية توصل إلى الخضاري ويقطع محمد نايف يقطع هذه الكرة. طبعا هذا محمد نايف اللي ظاهر بالشاشة اللي يقطع هذه الكرة إلى ركلة تماس لصالح نادي اليرموك.
مباراة حلوة، مباراة حماسية في دقيقتين ونص إلى ثلاث دقائق، يعني شفنا مباراة وشفنا يعني حماس من الفريقين. إذن ركلة زاوية تنفذ توصل وتنقطع وياخذها طبعا يوسف السلمان، يقطع هذه الكرة. هذا يوسف إن شاء الله نشوف مباراة جميلة ما بين الفريقين، الفرق يعني خاصة القادسية واليرموك، المستوى متقارب ما بين الناديين. ياخذها طبعا ليو، يحاول يتقدم، توصل إلى بيدرو، ولكن في خطأ لصالح نادي اليرموك. على طبعا على عبد الله شيخان طبعا صاحب هذا الفاول، وهذا كالفن يعني هو اللي ساحب بيدرو، وعبد الله كان شيخان مغطي يعني امام طبعا بيدرو، وفي خطأ طبعا. ديفيد مورا بالتسديد، ديفيد البرتغالي، اللعب وتسدد وترد واماميه، ولكن معاه طبعا بوشيبه الى مهدي بوشهري يطلع هذه الكره طبعا من ضغط كالفن. مهدي بوشهري يطلع هذه الكره. طبعا حكام مباراه اليوم محمد البلوشي حكم اول، وعبد العزيز زمان حكم ثاني، وعادل العنزي حكم ثالث، والميقاتي من العنصر النسائي، ساره دشتي، ومقيم الا طبعا الحكام محمود المتروك. إذن تلعبوا طبعا، ما ننسى مقدم البرامج نشكره قائد المباراة اليوم خالد عتيبي، والمدرب الوطني علي ضيف الله، ومبارك الحسيني، والخبير التحكيمي عادل الشطي. تلعب مورا أمامية، ياخذها طبعا ليو، وتوصل إلى سلمان مرة ثانية، إلى ليو، إلى شيخان، ولكن تقطع أمامية ويسددها، يطلعها كالفن على طريقة الملاعب العشبية، على طريقة الملاعب العامة، يسددها خارج أرض الملعب إلى المدرجات. إذن بمبدأ السلامة تلعب، توصل إلى بيدرو، يحاول يتقدم بيدرو، وترد مرة ثانية، ولكن تطلع محمد نايف، سريعة توصل ليو مع الكرة، يحاول يتقدم ليو إلى كالفن إلى سلمان، طبعا سلمان يوسف إلى ليو، أمامية إلى سلمان، وتبادل للنقلات ما بين طبعا نادي القادسية. إذن ديفيد مورا يطلع هذه الكرة، نشوف ديفيد، شوف طبعا يعدل طبعا حذاء ولابتشينا والرباطة طبعا اللي افتل، طبعا انه في خطورة على اللاعب وعلى كل لاعب يعني داخل الملعب. إذا تلعب الكرة، تتنفذ، توصل كالفن ياخذها قبل لا تطلع، توصل إلى محمد نايف، أمامية طويلة وتروح هذه الكرة يعني من المرمى. هذا محمد توصل وطويلة من الحارس إلى الحارس، من مهدي بوشهري. إذا تتنفذ، توصل قبل لا تطلع إلى ليو، ولكن طبعا علي السيف كالفن إلى ليو، تلعب وتنقطع، وطبعا ضربة مرمى هدت يعني نوعا ما المباراة يعني هدت، مو نفس بدايتها اللي كانت نوعا ما حماسية، ولكن نطمح واعتقد ان المباراة ما راح يبقى فيها يعني هذا الهدوء، وما بين القادسية واليرموك يعني نشوف مباريات حلوة، مباريات جميلة ما بين الفريقين، دائما يكون الفريقين فيه نوع من المنافسة ما بينهم على أرضية الملعب. وديفيد مورا ياخذ الكرة إلى بيدرو يحاول يعدي، ولكن يوسف بالخطأ، توصل إلى الحمدان وياخذها مرة ثانية، إلى شيخان، عبد الله ياخذها، توصل إلى علي السيف إلى بيدرو، علي السيف
طبعا يحقق الهدف الأول لصالح نادي اليرموك من عرضية بيدرو إلى علي السيف. هذه العرضية بكل راحة يخليها بالشباك، يدخلها، يسددها على يمين. طبعا الحارس ما كان متواجد في هذه اللحظة. إذا الهدف الأول الشخصي لعلي السيف، 1 لليرموك ولا شيء للقادسية في أول 5 دقائق. إذا طبعا 1-0 وتلعب الكرة وتوصل إلى ليو لكارفن. كالفن يحاول يعدي وتوصل إلى ليو يأخذها. طبعا بدر المندي. هذا بدر طبعا اللي طلعت منه الكرة إلى ركلة، أو طلعت الكرة لبدر لنادي القادسية. كالفن بالتنفيذ أمامية سريعة تأخذها بادي بوشهري، توصل إلى علي السيف صاحب الهدف أمامية، وبالجول وترد من طبعا ردت هذه الكرة، طبعت من نجيب ردت هذه الكرة. نشوف ردت القائم الأيسر، قائم الأيسر كان حارس ضد نجيب. طبعا تلعب الكرة توصل إلى ركلة، طبعا تماس لصالح نادي القادسية. تتنفذ توصل ليو، يقطعها على السيف، توصل إلى كالفن. كالفن يحاول يحاول، وهذا كالفن مع الكرة توصل إلى ليو إلى كالفن. كالفن ليو ليو توصل الكرة إلى القويفلي إلى ليو بيساره، يحاول يسدد إلى نجيب يأخذها، والطول على مساعد. طبعا هذه اللعبة الطول تلعب. توصل وفي خطأ طبعا على فهد غالب ومحمد القويفلي، في خطأ على فهد غالب في هذه اللعبة. إذا أنت اللعب من ليو إلى محمد القويفلي، إذا كالفن يحاول يتقدم ويعرض، ولكن ديفيد مورا وبالجول. وكانت خطرة هذه الكرة، يعني اخدعت الكل، اخدعت الحارس، اخدعت اللاعبين، يعني حتى اللاعب نفسه اللي سدد هذه الكرة قال ممكن انها تطلع، وبالفعل هي طلعت، ولكن كأنها رايحة في المرمى. إذن 1-0 1 ليرموك ولا شيء للقادسية. ليو محمد القويفلي مع الكرة إلى ليو توصل إلى يحاول وتنقطع مرة ثانية إلى ديفيد المساعد. يا سلام، إلى لو عدت، ولكن بكل احترافية يأخذ طبعا ليو اندار، وخطأ على ليو المحترف البرازيلي في صفوف نادي القادسية بهذه اللعبة. وكانت لعبة جميلة من مساعد الخضاري، مساعد يعني هذا ليو يعني حاول يعدي، وحالاتها يعني إذا راحت للمرمى، حالاتها إذا كانت عدت ومشت وتسددت. وخطأ لصالح نادي اليرموك. طبعا خطأ لصالح نادي اليرموك. ديفيد موراي البرتغالي، ديفيد بالتنفيذ يحاول يرد الكرة إلى علي السيف إلى أبو شيبة، مرة ثانية ترد الكرة إلى علي أمامية وتنقطع، ومن الأخضاري توصل الكرة مرة ثانية إلى الأخضاري، وعلي صاحب الهدف الأول. يعني نقول سلامات محمد نايف، يعني كرة كانت خطرة،
صراحة خطرة في يعني بالويه ويعني سلامات وإن شاء الله إصابة يعني تكون عادية ويأخذ نوع من العلاج وإن شاء الله يرد مع اللاعبين وزملائه ويكمل المباراة وسلام سلامات محمد نايف سلامات. وهذه إصابات الملاعب ويعني كرة الصالات فيها إصابات سريعة والكرة سريعة والتسديدات قوية والاحتكاك دائم في أرضية الملعب بكرة كرة القدم للصالات. ونشوف شوف هذه التسديدة يعني كانت قوية من علي السيف إذا سلامات لي طبعا محمد نايف حارس مرمى نادي القادسية. واحد لا شيء ان شاء الله سلامات ان شاء الله يرجع ليكمل ويواصل المباراه. ومباراه لغايه الحين حلوه وشفنا فيها هدف وفيها حماس ونوعا ما سريعه. وسلامات رد لي ارضيه الملعب محمد نايف وانذار على ليو في المباراه. اذا تتنفذ الكورنر وتتسدد ولكن تروح والطول طبعا. إذن تلعب كالفن ياخذها وترد مره ثانيه الى مساعد من ديفيد ولكن الطول على مساعد الاخضاري. شوف طبعا نجيب شوف توجيهات الحارس مهدي بو شهري يوجه نجيب يقول اهم شيء انه ما يلف اهم شيء انه ما يفتر. بالفعل يعني بلحظه من الثواني ممكن انه سبب يعني هدف على الفريق المنافس. اذا في ركله تماس لصالح نادي القادسية. اللعب وبالخطأ وكالفن ياخذها المرة الثانية الى المندي وياخذها طبعا مورا يتقدم ويا سلام يا سلام عليك يا محمد القويفلي يطلع هذه الكرة من امام. طبعا ديفيد مورا يطلع هذه الكرة وطبعا حكم مباراة عبد العزيز امان. ديفيد ياخذها طبعا بالخطا الى طبعا كالفن ولكن حكم مباراة عبد العزيز امان قريب على هذه اللعبه ويقول عليك يا كالفن على نادي القادسيه. اذا تلعب بيدرو يلعب هذه الكره ولكن تطلع الى ركله تماس ثانيه لصالح نادي اليرموك. اذا طبعا دخول يعني احد المسؤولين على تنظيف طبعا الماء وازاله الماء على ارضيه الملعب يعني لسلامه اللاعبين. ونشوف مباراه يعني حماسيه ما بين الفريقين. نجيب يلعب هذه الكره تصطدم مره ثانيه بلاعب القادسيه. اذا يعني طبعا نسمع المدرب دودا الاسباني البرازيلي يقول يعني انتبه يعني عندك 5 أمتار وتقدر يعني تعطي الباص بكل سهولة. إذا توصل ديفيد مورا يحاول يتقدم ولكن طبعا في انذار على يوسف السلمان في انذار طبعا يعني دخول قوي شوية نوعا ما على ديفيد مورا. إذا في انذارين على نادي القادسية لغاية الحين على يوسف السلمان وليو وهدف بمرمى نادي القادسية. ونادي اليرموك متفوق لغاية الحين ب8 دقائق ببداية الشوط الأول. ومورا ديفيد يسدد وتروح تعدي طويلة بعيدة يعني كانت قوية ومن غير انتباه. إذا توصل أمامية ياخذها بيدرو وتوصل الكرة مرة ثانية إلى محمد نايف إلى ليو يقطعها يوسف يحاول يعوض هذا الإنذار ولكن تطلع الكرة إلى ركلة تماس لصالح نادي اليرموك. توصل إلى ديفيد مورا مرة ثانية إلى بيدرو أمامية ولكن ما في أحد معاه كرة بعيدة كرة طويلة
تشتت بطريقة مو مفهومة. إذا تلعب الكرة توصل إلى يوسف السلماني محمد القويفي أمامية من ليو، والطول الطول هذه الكرة الطول وتروح إلى طبعا ركلة تماس لصالحنا وركلة مرمى لصالح نادي اليرموك. تلعب الكرة فهد غالب إلى راضي، إلى راضي مع الكرة يحاول يرد الكرة راضي الحمدان إلى ديفيد مورا إلى فهد الغالب، فهد غالب يحاول يعدي توصل إلى بيدرو مرة ثانية إلى ديفيد مورا، ديفيد مورا البرتغالي البرازيلي. تلعب فهد غالب أمامية إلى ديفيد، ديفيد مع بيدرو، ديفيد 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 يحاول ولكن تنقطع، ياخذها ليو ويوسف السلمان، ولكن ما في أحد متابع مع يوسف السلمان في هذه اللعبة. هذا محمد بلوشي حكم أول طبعا يشير طبعا ركلة تماس لصالح نادي اليرموك. راضي بيدرو مع الكرة البرازيلي المحترف، ولكن وين يا بيدرو؟ إلى الحارس محمد نايف، يوسف كالفن، يوسف سلمان مع الكرة يحاولون نادي القادسية، وهذه الخطورة، وهذا على السيف صاحب الهدف، هدف الوحيد في المباراة، توصل إلى كالفن. اللعب محمد القويفلي ترد مرة ثانية إلى كالفن، وطويلة طبعا هذه الكرة إلى طبعا دخول مبارك، وهذا على عيسى فلاح مدرب نادي عميد المدربين وشيخ المدربين طبعا الوطنيين للصالات، لاعب نادي السالمية ومدرب حالي صالات لنادي القادسية وصاحب تسديدات، صاحب كرات قوية علي فلاح في طبعا أيام نادي السالمية وأيام طبعا يعني شفنا النتائج الزينة المشرفة، حقبة كانت جميلة لعلي فلاح وعيسى فلاح إخوان طبعا أشقاء في نادي السالمية، وجيل لبشار عبد الله وجاسم الهويدي وعلي مروي وحسين الخضري، وكان جيل كبير جيل مبدع معهم عيسى فلاح مدرب الوطني لنادي القادسية الحالي وصاحب تسديدات معروفة. إذن تلعب الكرة توصل الكرة مرة ثانية إلى بيدرو مع الكرة يحاول يعدي، ويوسف السلمان أمامه، بيدرو إلى علي صاحب الهدف، علي يحاول يعدي يغير رايه يتكمل، ولكن كالفن طبعا ياخذ الكرة وتلعب يعني سريعة، ولكن عبد العزيز أمان طبعا يعني يتكلم مع يوسف يقول له أنت عندك انذار ودخولك قوي وتسديداتك قوية، فيعني يحذره من الطرد يعني. إذن عيسى يعني بسرعة اتخذ قراره وطلع يوسف يعني ودخول لاعب ثاني. إذن تلعب الكرة محمد نايف حارس المرمى، محمد نايف تلعب الكرة توصل طبعا لي محمد القويف لي وبالخطأ، وترد مرة ثانية إلى محمد إلى ليو أو شيخان أمامية، الكرة توصل إلى مهدي ويخليها مهدي طبعا إلى رمية مرمى، مهدي وديفيد مع الكرة توصل إلى بيدرو وديفيد ويقطعها محمد ويأخذها مرة ثانية، بيدرو يقطعها كالفن ومحمد القويفلي يسدد، ولكن تضرب براضي الحمدان إلى ركلة تماس لصالح نادي اليرموك، اللي طبعا نادي اليرموك بالمركز الثالث ب 16 نقطة ونادي القادسية بالمركز الرابع ب 16 نقطة طبعا بفارق 46 طبعا عليه نادي اليرموك و 52 هدف عليه نادي القادسية و 47 هدف لي طبعا
لليرموك و58 هدف للقادسية. الفارق 6-1 طبعا، الفارق 6 على نادي القادسية. زين، إذن ركلة تماس، ركلة تماس لصالح نادي القادسية. عبد الله شيخان، عبد الله يحاول طبعا ينفذ هذه اللعبة، توصل الكرة إلى كالفن، كالفن كالفن وعلي، علي معاه يضغط عليه، علي يقطعها ولا لا؟ ياخذها، وفي خطأ، في خطأ على علي السيف، يعني كان في اندفاع وفي قوة في هذه اللعبة على كالفن المحترف البرازيلي محمد كالفن. توصل الكرة عبد الله شيخان، عبد الله شيخان إلى الهاجري، إلى الهاجري، ولكن تروح مرة ثانية الكرة إلى علي السيف، إلى ديفيد مورا يلحق عليها. ديفيد مع الكرة، ديفيد توصل إلى علي السيف، إلى ديفيد، هو بالجول، جول جول، ولكن يطلعها، يطلعها محمد نايف. يا سلام عليك يا محمد نايف، يطلع هذا الانفراد من أمام ديفيد مورا المحترف البرازيلي، طبعا إلى ركلة تماس لصالح نادي اليرموك. ونقول سلامات لمحمد نايف، يعني سلامات، وهو في بداية الشوط الأول يعني هو انصاب من تسديدة قوية، والحين نشوف هذا طبعا المرور، المرور الجميل، المرور السهل من ديفيد مورا في هذه اللعبة وتسديده، وطبعا نشوف محمد نايف، يعني نقول له سلامات محمد نايف، ويحاول يتعالج وياخذ له يعني شيء من الماي، وان شاء الله يرد على لأرضية الملعب. اذا ركلة تماس لصالح نادي اليرموك، ونادي اليرموك لحد الحين متقدم واحد مقابل لا شيء، وتلعب الكرة وتوصل وتضرب، وإلى ركلة زاوية كورنر لصالح نادي طبعا اليرموك، ونشوف من راح ينفذها. طبعا نجيب، نجيب طبعا راح ينفذ هذه الكرة، تلعب الكرة طبعا تصطدم، وركلة تماس لصالح نادي اليرموك. إذا بيدرو، بيدرو بالتنفيذ المحترف إلى ديفيد، ديفيد طبعا طالت من ديفيد، طالت وراحت. إذا ليون، ليون، ليون مع الكرة إلى عبد الله شيخان، إلى السلمان اللي رجع لأرضية الملعب بعد يعني تلعب، وكالفن، وتوصل من ليون إلى ليون مرة ثانية، من يوسف إلى ليون، يعني يعني هو كان يبي يرجع الكرة لعبد الله شيخان، ولكن ما قراها بشكل سليم، لأن عبد الله شيخان تحرك قبل لا يصلح له هذه الكرة. إذا تلعب الكرة وتسدد، وطبعا كالفن يلحق عليها، يا سلام عليك، ولكن في خطأ، في خطأ، وفي انذار، وفي انذار طبعا لخروج على مهدي بوشهري، يعني دخول قوي، انا اشوف انه دخول قوي واستحق فيه الانذار مهدي بوشهري في هذه اللعبة بعد دخول على كالفن، دخول يعني قوي على كالفن. طبعا نقول سلامات لكالفن المحترف البرازيلي طبعا في صفوف نادي القادسية. طبعا وقت مستقطع ليطلب عيسى فلاح طبعا مدرب فريق نادي القادسية طبعا، وهو لغاية الحين مهزوم بلا شيء من الأهداف، وتقدم نادي اليرموك بهدف طبعا، نادي اليرموك ونادي القادسية اللي تنافسون على المركز الثالث، واليوم مباراة كبيرة كانت لنادي الكويت على نادي السالمية بنتيجة كبيرة، فاز اليوم نادي الكويت اللي أصبح رصيده 33 نقطة، وغدا نادي كاظمة والعربي اللي نادي كاظمة ب 30 نقطة ناقص مباراة
على نادي الكويت، والتنافس ما بين اليرموك والقادسية على المركز الثالث اليوم، على المركز الثالث. يعني اتمنى من الفريقين انها يكون مباراة قوية واحلى، يعني ترتقي شوية نوعا ما. مباراة حلوة انا شايفها، مباراة حلوة ومباراة حماسية ومباراة نظيفة، والفريقين واللاعبين عندهم اكثر، عندهم اكثر في هذه المباراة، ويحتاج نوع من التركيز من اللاعبين. وان شاء الله نشوف مباراة جميلة. يعني طبعا سمعت الفريقين وات اللعب، وليو وحاول ولكن كانت خادعة، كانت ماكرة هذه الكرة من عبد الله شيخان. وليون لعبوها نادي القادسية ولكن عدت وراحت طبعا إلى ركلة مرمى لصالح نادي اليرموك، وكانت لابد أن تترجم به المرمى. ياخذها ليو بشكل جميل إلى كالفن راحت هذه الكرة من كالفن إلى ركلة مرمى لصالح نادي اليرموك، توصل إلى بيدرو يسكنها بصدره ويأخذها ويستلمها، يحاول يلف ويعدي ويسدد بيساره ويأخذها ليون إلى كالفن ناحية اليسار، يحاول يعدي إلى ليون، الكرة مرة ثانية يسدد ونشوف كالفن، وتصطدم في ديفيد مورا إلى ركلة تماس لصالح نادي القادسية. وهذا كالفن، هذا الكالفن قصير مكير سريع طبعا كالفن، والعقل المدرب مدبر لنادي القادسية. إذن تلعب توصل إلى ليو كالفن شيخان، ولكن يأخذها نجيب، يحجزها نجيب إلى ركلة تماس. طبعا تروح ركلة تماس لصالح نادي اليرموك. هذا ديفيد موراي، ديفيد يحاول ينفذ هذه اللعبة، توصل الله، راحت وكانت خادعة هذه الكرة، كان يبي يصلحها ديفيد موراي لأحد لاعبينه اللي هو طبعا يعني كان عبد المحسن مشيبة في هذه اللعبة. إذا تلعب الكرة إلى مساعد الخضاري، مساعد، ولكن ركلة تماس لصالح نادي القادسية. وفي 6 دقائق و5 ثواني على نهاية الشوط الأول، وكالفن يتقدم ويعرض هذه الكرة ويطلعها طبعا مشيبة، عبد المحسن يطلع هذه الكرة، توصل الكرة إلى ركلة تماس كالفن، إلى ليو يوسف سلمان، إلى ليو، إلى كالفن، يبيها هاتخوض والتسديدة وتروح، ولكن مورا إلى مساعد الخضاري يتقدم مع محسن، وعبد المحسن بالجول، ولكن يطلعها محمد نايف من أمام عبد المحسن بوشيبة، هذا الخضاري وهذا عبد المحسن، ويطلعها محمد نايف من أمام عبد المحسن بوشيبة. طبعا دودة مدرب فريق نادي اليرموك الأسباني البرازيلي يطلب هذا الوقت المستقطع طبعا توجيهات معينة، لأنه شاف أنه في ضغط معين، في ضغط يعني صار كبير عليه من لاعبين نادي القادسية، ولكن هو اعتمد على المرتدة، وكان في كرة خطرة لصالح فريقه من عبد المحسن بوشيبة، كانت يعني ممكن أن يعلي في النتيجة إلى هدفين مقابل لا شيء، ولكن لغاية الحين باقي 5 دقائق و38 ثانية على نهاية الشوط الأول، وطبعا نادي اليرموك متفوق بهدف للا شيء القادسية. طبعا الكويت المركز الأول 33 نقطة، وكاظمة 30 نقطة بالمركز الثاني، واليرموك والقادسية طبعا الثالث والرابع، والعربي 14 نقطة بالمركز الخامس، والسالمية ب8 نقاط بالمركز السادس، والتضامن من غير نقاط بالمركز السابع وأخير، ومتذيل دوري الصالات. إذن انتهى الوقت المستقطع، الدقيقة اللي طلبها دودة مدرب فريق نادي
إلا اليرموك و ركلة تماس لليرموك يحاول تتنفذ تطلع مرة ثانية تطلع إلى كورنر نفذ يحاول ينفذها توصل والطول الطول من ديفيد توصل إلى مهدي مهدي مشيري صاحب انذار اليوم وطويلة من مهدي طويلة إلى حارس المرمى طبعا محمد نايف حارس مرمى نادي القادسية وطبعا محمد بلوشي حكم أول قريب يقول العب الكرة في مكانها يعني تقدم أو تحرك في هذه الكرة ولا بد أن يرد هذه الكرة إذا يأخذها وديفيد يحاول يسدد ديفيد مورا يسدد يقطع هذه الكرة ولكن محمد نايف يطلع هذه الكرة إلى كورنر لصالح نادي اليرموك تلعب توصل علي يحاول يسدد وطبعا بيساره ويطلعها محمد نايف يعني هاي كورتين متتاليتين يطلعها محمد نايف مرة من موره ومرة بيساره علي السيف إذا تلعب وتوصل وتطلع واخذها ليو أمامية ولكن توصل وين يا ليون يا محترف يا برازيلي إلى مهدي بوشهري ياخذها علي يحاول يعدي ويطلعها عبد الله شيخان من أمام علي السيف قبل لا يتصرف فيها علي السيف حكم المباراة محمد البلوشي طبعا يتكلم معهم ويتكلم مع اللاعبين وهو قريب على كل لعبة قريب طبعا محمد البلوشي إذن تلعب وتوصل وعلي علي وطالت منك يا علي وراحت منك يا علي وكان من المفترض يكون الهدف الثاني إذا تلعب الكرة ولكن تطلع يعني في ضغط كبير نشوف على نادي القادسية من نادي اليرموك اللي أخذ توجيهاته من دودة مدرب الفريق اللي طبعا الأسباني طبعا أخذ هذه التوجيهات ونشوف الضغط الكبير لنادي اليرموك وكانت تسديدة قوية لديفيد مورا محمد نايف يلعب هذه الكرة توصل أمامية ولكن راحت عليك يا كالفن من ليو راحت عليك يا كالفن واحد لا شيء 4:31 على نهاية الشوط الأول تلعب الكرة راض الحمدان إلى مساعد أمامية ياخذها طبعا تنقطع مرة ثانية ترد إلى محمد القويفلي إلى يوسف أمامية وتطلع إلى كورنر محمد البلوشي حكم المباراة الأول يقول كورنر لصالح نادي القادسية كورنر طبعا محمد بالتنفيذ محمد القويفلي محمد ياخذها يردها مره ثانيه الى ليو طبعا طلعها راضي الحمدان الى ركله تماس لصالح نادي القادسيه نتمنى يعني نشوف مباراه احلى شوي نتمنى نشوف فيها الجماليه نشوف المهارات نشوف اللمحات الفنيه اكثر واكثر هي فيها لمحات فيها ولكن على فترات ونتمنى يكون التركيز عالي طبعا علي السيف صاحب الهدف الاول لصالح نادي اليرموك ديفيد مورا الى بيدرو اماميه توصل الى راضي يرد الكره مره ثانيه الى ديفيد مورا الى بيدرو يحاول وامام ليو برازيليين يرد الكره الى ديفيد مورا اماميه ولكن قويه كانت توصل الكره الى محمد نايف يوسف تنقطع مره ثانيه الى راضي الحمدان اماميه الى علي السيف يرد الكره توصل له بيدرو سددها وتضرب الى ركله تماس لصالح نادي اليرموك ضربت في هذا ليو الى ركله تماس لصالح نادي اليرموك اللي لغايه الحين صاحب هدف يتيم من المباراة والهدف يحتاج لأخو
وطبعا ما اذا نبي نشوف مباراه جميله يحتاج الهدف تعادل. توصل الكره الى كالفن، كالفن الى ليو ويطلعها ديفيد، طلعها ديفيد الى قبل لا توصل الكره الى ليو، ترد مره ثانيه محمد القويفلي الى ليو، ترد الكره مره ثانيه الى ليو الى كالفن على يساره، طبعا يوسف السلماني يحاول، يوسف الى كالفن مره ثانيه الى ليو، كالفن وحاول قطع ولكن في خطا على راضي، في خطا على راضي الحمدان في هذه اللعبه، في خطا راضي الحمدان طبعا يعني كالفن طبعا جسمه يعني صغير ولكن يعني قوي وسريع صاحب تسديدات وطبعا فنان ومهاري ويحاول يعدي ولكن راضي يراضي الحمدان مع طبعا في هذه اللعبة وطلعها طبعا اصطدمت في كالفن إلى ركلة تماس لصالح نادي اليرموك. راضي موري إلى بيدرو، بيدرو يحاول يعدي من ليو، نشوف ليو ضغط عالي مع بيدرو ما يخليه يتحرك ولكن يعني لغاية الحين بيدرو ما أنا احنا ما شفناه بشكل يعني واضح فيها في المباراة اليوم، ممكن انه واحد لواحد مسبب له مشكلة من لي بيدرو ولكن محترفين على مستوى عالي. تلعب الكرة يوسف السلمان براسه بشكل جميل الى كالفن، كالفن الى محمد يعدي، محمد يحاول يعدي ويعرض ولكن يطلعها راضي، يطلعها راضي الحمدان من امام محمد القويفلي قبل لا يتصرف فيها محمد القويفلي، لاعب سريع ويمكن يفتر ويرفع الكره او يعرض الكره ويكون هدف التعادل قبل نهايه الشوط الاول. اذا تلعب الكره من ليو، توصل الكره الى كالفن، كالفن يخليها وركله تماس لصالح نادي القادسيه اللي نشوفه الحين قاعد يضغط، اللي نشوفه الحين يستحوذ، اللي نشوفه الحين نادي القادسيه يحاول انه يعادل النتيجه وتوصل الى ليو مع الكره، يحاول يعدي ليو وتوصل الى سلمان وركله تماس لصالح نادي القادسيه. شوف الضغط الكبير لنادي القادسيه في هذه الاثناء وفي هذه اللحظات، صارت يعني صار فيها نوع من الجمال اكثر واكثر، واحنا نتمنى مو بس يعني بالشوط الاول، نتمنى من الشوط الثاني نشوف مباراه حلوه. اذا توصل الكره الى بيدرو ويطلعها من امام ليو، ليو يطلع هذه الكره الى ركله تماس لصالح نادي اليرموك. ديفيد موراي، موراي يحاول يعدي اماميه وطول منك يا مساعد، كره كانت قويه ومساعد يعني ما انتبه لها وراحت من الكرة إلى محمد نايف، ركلة مرمى لصالح القادسية. يوسف ليو أمامية ياخذها بصدره بشكل جميل محمد القويفلي وياخذها بيدرو مرة ثانية وتوصل ولكن ركلة تماس يلعبها راضي إلى بيدرو يحاول يعدي، يوسف معه بيدرو يحاول وتنقطع وانقطعت وراحت ومحمد القويفلي ولكن وينك يا يوسف. اذا تلعب الكره، توصل الكره مره ثانيه الى مساعد والطول وراحت منك يا بيدرو، راحت منك وهذا مساعد الاخضاري اذا طبعا محمد نايف حارس المرمى وركله تماس لصالح نادي القادسيه اللي لغايه الحين خسران واحد لا شيء، دقيقه و22 ثانيه على نهايه الشوط الاول وتلعب الكره وتوصل ومحمد الى ليو ياخذها طبعا الى المندي وكالفن وفي طبعا يعني كالفن وطرد طبعا نشوف طرد طبعا على مورا طبعا وبلنتي وطرد على ديفيد مورا طرد. إذن وبلنتي
وضربة جزاء. وطبعا نشوف يعني ديفيد طلع يعني وتقبل هذا الطرد. ونشوف يعني طبعا في خطأ، في خطأ لصالح نادي القادسية، وفي يعني كان في قرار من محمد البلوشي لطرد ديفيد مورا في هذه اللعبة. طبعا حكم مباراة محمد بلوشي، وحكم ثاني عبد العزيز أمان، وحكم ثالث عادل العنزي، والميقاتي سارة دشتي، ومقيم الحكام محمود المتروك، ودودة. طبعا دودة يعني راح يلعب ناقص لاعب وبالبداية وتلعب، وهذا ليو إلى كالفين وتطلع وتضرب وإلى ركلة زاوية، إلى كورنر لصالح نادي القادسية اللي باقي دقيقة وأربع ثواني. هل القادسية يستغل النقص العددي؟ يستغل هذا النقص العددي لنادي اليرموك. ومحمد القويفلي إلى ليو، إلى محمد، وليو ليو ليو محمد، محمد المندي معه يحاول ويطلعها مهدي بوشهري إلى ركلة تماس لصالح نادي القادسية. إذن تلعب من المندي، توصل إلى محمد القويفلي، إلى القويفلي مرة ثانية، يسدد ويطلعها مهدي، يطلعها مهدي بوشهري، يطلعها إلى كورنر لصالح نادي القادسية. تلعب الكرة، توصل، وطبعا ركلة تماس ثانية لنادي القادسية. طبعا حكم مباراة طبعا محمد البلوشي. تلعب الكرة، توصل ليو مرة ثانية إلى محمد القويفي، ليو وتطوف هذه الكرة وتروح هذه الكرة، وقوية هذه الكرة، ولكن يحتاج لها متابعة، يحتاج لها واحد يوضع هذه الكرة بالشباك يوضعها بالجول، ولكن راحت طبعا على نادي القادسية. إذن تلعب الكرة، 33 ثانية، محمد نايف، توصل الكرة إلى محمد القويفلي، إذا ليو إلى محمد القويفلي مع الكرة، يحاول يعدي محمد، ولكن وين يا محمد؟ وين راحت منك يا محمد؟ يحتاج تركيز في هذه اللعبة. إذن طبعا ركلة تماس لصالح نادي طبعا اليرموك. مباراة جميلة في نهايتها، في بدايتها، في وسط الشوط الأول، يعني كانت على فترات تهدى المباراة وتحمس المباراة، ولكن تروح الكرة 20 ثانية ونهاية المباراة. إلى محمد القويفلي، إلى ليو توصل الكرة، بدر المندي مع الكرة، يرد الكرة إلى ليو إلى محمد القويفلي، لابد الحين يسدد. نشوف التسديدة، نشوف كالفين، شاف كالفين، ولكن ياخذها مهدي وصفر. طبعا حكم المباراة محمد البلوشي على نهاية الشوط الأول بتقدم نادي اليرموك بهدف لا شيء. طبعا لنا عودة لاستديوهاتنا التحليلية بقيادة خالد العتيبي والمحلل والمدرب الوطني علي ضيف الله، والمحلل والمدرب الوطني مبارك الحسيني. إلى اللقاء للشوط الثاني.
مشاهدينا الكرام، شكرا لزميلي المعلق منصور الشطي اليرموك، يتقدم على القادسية بهدف مقابل لا شيء. سنتحدث اكيد عن مجريات هذا الشوط مع ضيوفي داخل الاستديو، الكابتن علي ضيف الله والكابتن مبارك الحسيني. اكيد سنتحدث عن ما تابعناه من خلال الشوط الاول. كابتن علي ضيف الله، ابدا معاك، قراءتك الفنيه لما تابعناه من خلال مجريات الشوط الاول ما بين فريقي اليرموك والقادسيه وتقدم اليرموك بهدف مقابل لا شيء. من بدايه المباراه ابو معاذ، حب القادسيه يفاجئ اليرموك بطريقه الباور بلاي، فضل انه يستفيد من الزياده العدديه ويفاجئ، او يقدر يستغل الزياده هذه بتسجيل هدف. لكن يعني مجرد ثواني بس او فتره بسيطه وتراجع عنها القادسيه ولعب طريقة المعتاده، دفاع المنطقه، تضييق المساحات، او طريقه الضغط او البريس العالي في مرمى او في منطقه اليرموك. كان في تنوع في اللعب، اللعب سجال بين الفريقين، فرص ضائعة من الفريقين، في أخطاء كثيرة في الاستحواذ، في الاستلام والتسليم، في استعجال من الفريقين. لكن اللي ميز اليرموك في الشوط الأول أنه سجل هدف من صناعة اللاعب، تكلمنا عليه قبل المباراة، اللي هو لاعب بدرو. اللي ميزه في الشوط الأول اللاعب هذا بالذات أنه قدر يساهم ويصنع الهدف اللي سجله علي الصقر. كانت في فرص ضائعة، هذا الهدف تكلمنا عنه، صناعة اللاعب الجديد على الفريق اللي هو بدرو، تمرير تقريبا على القائم الثاني، كان في وقوف خاطئ من المحترف القادسية ليو، كان مفترض هنا حارس المرمى بدام طلع محمد نايف للاعب اللي صنع، كان المفروض يغطي معاه مان تو مان ويضيق عليه ما يخلي اللاعب يستلم او يستفيد من هذه الفرصة. عموما قدر يسجل علي صقر واحدة من الفرص اللي سنحت له، لكن مستوى الفريقين قلنا في فرص ضايعه، في استعجال، في كرات ما في صبر على الهجمه، ما في تركيز على القائم الثاني، خصوصا القادسيه قدر او سنحت له اكثر من كره فرصه وكره خطر على القائم الثاني ما استغلها، ما كان في وقوف صحيح من بعض اللاعبين. المباراه مفتوحه، راح تبقى المنافسه مستمره في الشوط الثاني اعتقد، لان الاعداد اللي قاعد تشارك او اللاعب اللي قاعد يشارك سواء باليرموك او القادسيه اعداده مجموعه بسيطه، راح يكون تاثير البدني واضح في الشوط الثاني. يقدر القادسيه في اي وقت في اي ثانيه يقدر يرجع للمباراه، ممكن يسجل التعادل، ممكن يتفوق على اليرموك في الشوط الثاني، خصوصا بعد طرد اهم لاعب الفريق اللي هو ديفيد مورا. نتيجه الشوط الاول ما هي مقياس، كان اليرموك هو الطرف الافضل في الشوط الاول، لكن القادسيه اذا استمر او استفاد استفاد بالذات من طرد اهم لاعب فريق اليرموك ديفيد مورا، اعتقد القادسيه قادر انه يعدل النتيجه وممكن يكسب الثلاث نقاط. كابتن مبارك الحسيني، رؤيتك الفنيه للشوط الاول؟ ابو معاذ، اليرموك نقدر نقول هو كان الفريق الافضل، اعتمد على الضغط العالي بشكل كبير، وسجل الهدف الاول عن طريق الضغط العالي على السيف، قطع الكره من نص الملعب، وصار في زياده عدديه 3-2، وبعدها صار 2-1، هدف جميل ثنائيه بين علي السيف وبدرو، وشفنا تمركز خاطئ مثل ما ذكر المساعد. احنا بالصالات عندنا اذا كانوا اثنين على حارس ومدافع لازم اللاعب يعني نفس حاله ليو يكون قريب من علي السيف، ما يعطي مجال انه يسدد، لان بدرو واجه محمد نايف خلاص ما يقدر يسجل. فهذا خطا فني كبير يحسب على ليو، خصوصا انه محترف، المفروض ما يدش عليه هدف نفس الطريقه هذه، ويحسب لمحمد نايف ان النتيجه ما زالت هذا الهدف. شوفوا معاذ، هني المفروض ان ليو يكون قريب من علي السيف، لانه خلاص شوف محمد نايف طلع، انت خلاص لاعبك علي السيف ما تعطيه مجال، ما تعطيه مجال وتكون قريب منه، خلاص انت رجعت، بس ترجع انك تغطي على علي السيف. علي السيف اذا انت واقف معاه بدرو ما عنده حل ثاني، فهو لما ابتعد عن علي السيف خلاه يسجل مرتاح. صحيح. اليرموك مثل ما قلت لكم عاد اعتمد على الضغط العالي واجاد الضغط العالي، وحصلت له فرص، لكن محمد نايف كان نجم الشوط الاول بشكل كبير، شال يمكن من 4-5 اهداف محققين، حتى في احد الكور يعني تدخل فيها استبسال، صد الكره يعني وبويها، وكان ممكن يتعور فيها. فالقادسيه كانت حلوله مثل ما ذكرنا قبل المباراه، حلوله دائما عن طريق المحترفين، اللاعبين المحليين يسلمون الكرة حق اللاعبين المحترفين من غير أي حلول فردية. المباراة اليوم تحتاج لاعب، بالنسبة للقادسية تحتاج اللاعب يكون عنده حل فردي، عنده الحل المراوغة اللي ممكن يسدد، ممكن يراوغ، لكن ما شفنا الحلول هذه. وشفنا الضغط العالي
مو معطي مجال حق لاعبي نادي القادسيه ابدا هم يطبقون اي طريقه او جمله او اي تكتيك على اساس يوصلون مرمى اليرموك. ممكن بالشوط الثاني يختلف الحال بعد طرد مثل ما ذكر مساعد طرد ديفيد مورا طرد راح يكون مؤثر بشكل كبير على نادي اليرموك. نعم يعني يمكن الشوط الاول لاحظنا انه فريق اليرموك عليه 5 فاول وهذا ممكن انه يكون هناك فاولات تراكميه ويستفيد منها فريق القادسيه، لكن القادسيه ما حصل على اي فاول تراكمي بعد ال5 فاول هذا دليل، وايضا حتى القادسيه عليه 3 فاول هذا دليل يعني في 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 قوه ومباراه فيها شحن ما بين الفريقين. نعم تكلمنا قبل المباراه ابو معاذ دائما نعم. طابع الفريقين المباراه بين هالفريقين تكون نعم. فيها منافسه فيها التحام فيها قوه، والدليل عدد الفاولات المباشره اللي كانت على صحيح. الفريقين، لكن الاستفاده القادسيه مو من الفاولات ابو معاذ نعم. ما استفاد من بعد ما انطرد اللاعب واهم لاعب بالفريق اللي هو ديفيد مورا نعم. مع النقص العددي اللاعبين اليرموك ما قدر استفاد، يعني في حاله تطبيق الهجوم 4-3 كان ممكن يكون نعم. التسجيل سهل اذا في تطبيق معين او دوران معين صحيح. او لاعب يسدد يكون تركيزه عالي على المرمى كان ممكن يستفيد، لكن هني تحسب نقطه ايجابيه لدفاع اليرموك على اعتبار انه ناقص لاعب نعم. نقطه سلبيه على القادسيه باعتبار انه زياده عدديه 4-3 ما قدرت تسجل. هذا رجعنا للموضوع الاول اللي تكلمنا فيه انا وياك نعم. وكابتن مبارك تأثير اللاعب المهم أو اللاعب صحيح. المميز أو اللاعب اللي هو هداف الفريق وتأثير غياب يوسف الخليفة، لكن ما يمنع القادسية أي لاعب مهيئ أنه يسجل، لكن إذا في حالة نقص العددي للفريق المنافس كان المفروض أو الأولى على الأقل كان القادسية يقدر يطلع متعادل في الشوط الأول ولا يطلع خسارة 1-0. عموما هذه من الأمور أو الحلول الهجومية عند القادسية. الشوط الثاني راح تكون نعم. اعتقد بشكل كبير او بشكل واضح، لان ديفيد مورا يتميز بالدور الدفاعي وتغطيه المساحات وقطع الكره وبناء الهجمه، له دور كبير اللاعب هذا له مميز، راح يكون له تاثير سلبي نعم. على اليرموك في الشوط الثاني. ممكن القادسيه يستفيد من الطرد هذا، لكن محتاج القادسيه او لاعبين القادسيه خاصه المحترفين بالذات التركيز نعم. لازم يكون التركيز الهجومي، اذا بغى في حاله تسجيل الاهداف لازم يكون تركيز اللاعبين ككل، لاعب القادسية ككل وخاصه بالنسبه للاعبين المحترفين اللي هم اللاعبين كالفن واللاعب البرازيلي الثاني اللي هو ليو. نعم يعني القادسية ما استفاد حتى من الكرات الثابته، يعني حصل كرات ثابته طبق بس ما قدر يسجل، وهذا يعني يعود على ان عدم وجود احد هداف يسجل. ذكر كابتن علي ضف الله غياب علي يوسف الخليفه، لكن في النهايه القادسيه ما هو قادر حتى يسجل من الكرات الثابته اللي حصلت له من الطرد، ما قدر يستفيد من النقص العددي في فريق اليرموك. واضح تاثير اللاعب نعم. يعني واضح القادسيه ابو معاذ للحين مو قادر يعوض مكان الكابتن يوسف الخليفه، مع ان ليو ترى مسجل تقريبا 11 او 12 هدف، لكن ليو اليوم على رغبه كبيره من نادي اليرموك، اليوم مو معطينا راحته ولا معطينا نعم. راحه سواء بدون كره ومع الكره، يعني الرغبه شديده اليوم على ليو. كالبن يمكن شفنا شوي، كالبن كان حر يعني يقدر يستلم اكثر نعم. من ليو، لكن حلول الهجوم مو نفس ليو. ليو اذا كان قريب من الجول يعني عنده مهاره تسديد عاليه عكس كالفن. فنادي القادسيه اليوم اذا ما قدر يتحرر ليو لازم يكون في عنده حلول هجوميه، العرضه الثانيه، التسديد من برا، ما شفنا هالشيء ابو معاذ. يعني مهدي ابو شهر يمكن شفناه بس في اخر المباراه اثناء الطرد. القادسيه لازم يفعل العرضه الثانيه، التسديد من العرضه الثانيه، يستغل الكره الثابته كنا نشوف الاوت القريب من الجول، اللاعب اللي يلعبها ترجع له الكره مره ثانيه من غير اي حل هجومي. لازم يكون في تكتيك للكره الثابته يسجل منها، نفس المباراه اللي قبلها شفنا يمكن تقريبا 3 أو 4 أهداف لنادي الكويت عن كره ثابته نعم. ونادي القادسيه يتميز في الكره الثابته، يعني يطبق يمكن كره فاول بالدقيقه 7 لكن
كانت بس النهايه الاخيره انه ما في لاعب عند الغام الثاني اللمسه الاخيره اللمسه الاخيره الغام الثاني مهم في تطبيق اي حاله سواء ركله خاله او فاول داخل الملعب. فنادي القادسيه اليوم ما شفنا اي لاعب عند العرض الثاني، حتى شوف ليو لما كان يقدر يكون قريب من الجول ما شوف لاعب عند العرض الثانيه. هذا شيء يحسب على الكابتن محمد الغويفلي لانه قبل كنا نشوفه دائما يسجل عن طريق العرض الثانيه، اليوم لازم يكون قريب من العرض الثانيه. شفنا بدر المندي حاول شويه بدايه المباراه انه يسدد تسديده تسديدتين لكن ما حالف الحظ فيهم. كالفن لازم يحاول يحرر ليو اكثر، لازم يتعاون معاه. ونقطه مهمه معاذ، ما شفنا ثنائيات او ثلاثيات بين اللاعبين القادسيه نهائيا، ما شفنا شيء. هذا شيء، هذه احدى الحلول اللي انت ممكن تسجل منها. يعني جول اليرموك كان ثنائيه بين علي السيف وبدرو، ما شفنا بالقادسيه، ما شفنا اي لعبه وان تو بالشوط الاول. يمكن بمعاذ بس معلش بضيف الملاحظه، يمكن نوعيه لاعبين القادسيه اللي هم يتميزون بالطابع الدفاعي اكثر اللي هم يوسف سلمان او عبد الله شيخان ما ساعدت ليو، نفس ما تكلم الكابتن مبارك، لاعب ليو لاعب مميز يستفيد او يناسب يلعب في مساحه كبيره، ياخذ حريته في مساحه كبيره ويتميز بالتسديد. لو اللاعب هذا دوران او بتكتيك او بطريقه معينه الحركه في المساحه الفاضيه واستغلال ليو للمساحه الفاضيه يقدر اللاعب ليو ما عنده مشكله في مراوغه واحد ضد واحد ما عنده مشكله يتميز بالتسديد، لكن ما لقى المساحه. يعني الدور الهجومي من لاعبي القادسيه ككل يعتمدون على ليو في هذه المباراه بالذات بعد غياب يوسف خليفه. اللاعبين الباقي كلهم بمعاذ كلهم يتميزون بالدور الدفاعي، لازم نفس ما تكلم كابتن مبارك لازم يعطي مساحه اكثر في الهجوم، فعاليه اكثر في الهجوم، بالاضافه الى حركه كالفن بكره ومغير كره مهمه جدا خاصه في المساحه الفاضيه. بالنسبه للاعبين اليرموك اعتقد راح يعاني في الشوط الثاني وان كان يملك بعض اللاعبين الجيدين، لكن واضح تاثير الدور المهم غياب ديفيد مورا راح يكون اعتقد حسب نعم حسب قراءات الفنيه راح يكون تاثيره واضح، غيابه واضح على الفريق في الشوط الثاني. اعتقد القادسيه لو القادسيه استغل الفرص السهله والتركيز اللي تكلمنا عنها في القائم الثاني راح يسجل هدف او هدفين او اكثر. الشوط الثاني كابتن مبارك استغلال طبعا علقة شحن يستغل طرد ديفيد مورا، لان ديفيد مورا لاعب قيادي، لاعب اي هجمه لصالح نادي اليرموك تبدي عن طريقه، ايضا بالتمركز الدفاعي من اميز اللاعبين بالدوري ككل بالحاله الدفاعيه. القادسيه يحتاج انه يضغط شوي ضغط عالي، يحاول انه يستخلص الكره، يحاول انه يسوي مساحه حق ليو، ويحاول انه يفعل على القائم الثاني بمعاذ. اما اليرموك لازم يحافظ على الجول. اتوقع ان اليرموك الحين راح يوقف من الضغط العالي بعد غياب ديفيد مورا، لان ديفيد مورا دائما يكون اخر لاعب يقرا الكره الطويله. نعم، اذا ننتقل اكيد لمتابعه مجريات الشوط الثاني ما بين فريقي اليرموك والقادسيه وزميل المعلق منصور شطي. إذن لنا عودة للمباراة والشوط الثاني بتقدم طبعا نادي اليرموك بهدف مقابل لا شيء طبعا بمباراة، يعني بشوط الأول كانت جميلة بين الفريقين، فريق نادي القادسية ونادي اليرموك، ولغاية الحين طبعا هدف لليرموك عن طريق علي السيف ولا شيء طبعا في نقص عددي، وفي دقيقة طبعا لطرد أو دقيقتين لطرد ديفيد مورا، وباقي دقيقة طبعا على دخول اللاعب في نقص عددي لصالح نادي اليرموك. إذن تلعب الكرة توصل، وطبعا اللي يستغلونها نادي القادسية في هذه اللحظة، توصل الكرة من القويفلي إلى شيخان إلى ليور، ترد الكرة مرة ثانية إلى شيخان عبد الله، توصل لمحمد القويفلي وتنقطع الكرة، ومرة ثانية وتروح وتقدم مرة ثانية إلى نجيب، يحاول يسدد وترد مرة ثانية وترد، وتوصل إلى ركلة تماس لصالح نادي القادسية. نادي القادسية محمد القويفلي إلى شيخان، وتوصل إلى ليون.
وتعدي. وطبعا دخل بيدرو اكتمل عدد نادي اليرموك، يعني كان في دقيقة ما استغلوها نادي القادسية في هذه الدقيقة من نهاية الشوط الأول ودقيقة من بداية الشوط الثاني. تلعب الكرة توصل مرة ثانية إلى بيدرو يحاول يعدي وتوصل وياخذها عبد الله شيخان إلى كالفن، والطول من كالفن إلى نجيب إلى توصل إلى بيدرو يسدد بيسارة وترد مرة ثانية. توصل الكرة علي السيف إلى نجيب إلى علي سيف صاحب الهدف مباراة لغاية الحين الوحيد اللي يحتاج لأخو من الفريقين. إذن تلعب الكرة توصل الكرة إلى بيدرو المحترف، بيدرو عبد الله شيخان معه، بيدرو عبد الله شيخان يحاول يعدي، بيدرو توصل إلى مساعد الأخضاري ويأخذ منها طبعا الكرة ليو، توصل الكرة إلى محمد نايف ومحمد يطلعها طبعا الى ركله تماس. هذا محمد يقول انا مضغوط وطلع الكره بمبدا السلامه في هذه اللعبه الى ركله تماس لصالح نادي اليرموك اللي متقدم هدف لا شيء. تلعب الكره توصل تلعب ويسددها بكره بيساره على السيف بيساره بشكل مفاجئ. اذا تلعب الكره وطبعا يعني نشوف هاي من محمد البلوشي رد الكره واذا تلعب الكره مره ثانيه عبد الله شيخان الى ليو يحاول يتقدم وطول من كالفن من ليو، من طبعا كانت كره قويه يعني من ليو. اذا بيدرو ثلاث محترفين برازيليين وانطرد محترف بنهاية الشوط الأول من نادي اليرموك ديفيد موراي البرتغالي البرازيلي، واعتقد انه اربع برازيليين ودودة محترف او مدرب فريق نادي اليرموك هم برازيلي اسباني برازيلي. اذا تلعب خمس برازيليين اليوم في مباراة اليوم طبعا في ما بين نادي القادسية ونادي اليرموك، وهذا اليوم ياخذها مهدي بو شهري وتوصل مرة ثانية الكرة تلعب الكرة إلى فهد غالب وياخذها نايف بسرعة، محمد نايف بسرعة يطلع هذه الكرة وتوصل الكرة وابعدت عن ليو، راحت منك يا ليو. تلعب الكرة توصل إلى مهدي أمامية وبالراس فهد غالب ولكن راحت طبعا محمد قويفلي يطلع ودخول يوسف السلمان، هذا يوسف وكالفن مع الكره ويقطعها مساعد يوسف كالفن عبد الله شيخان اللي قطعها وكالفن يعني هذا ليو وكالفن بعيده يعني الكره الى ركله تماسلي نادي اليرموك اللي طبعا عنده 16 نقطة والقادسية عنده 16 نقطة ويحاولون طبعا هذه المباراة للمركز الثالث والتنافس عليه، ومساعد يحاول يتقدم ويعرض الكرة ولكن ياخذها محمد نايف الى ليو يحاول، وانا اسمع عيسى فلاح يقول له طوفه، عيسى يقول له طوفه. اذا توصل ترد مرة ثانية ليو الى عبد الله شيخان امامية وتصطدم في عبد الله طبعا في مساعد الخضاري من عبد الله شيخان وتصطدم في مساعد الخضاري الى ركلة تماس لصالح نادي القادسية، وهو متأخر يعني القادسية، ويعني اتمنى ان القادسية يعني يتعادل نشوف مباراة حلوة، يعني التمني يكون لحلاوة المباراة لجمال المباراة. طبعا المباراة كذا ما كان فيها لمحات فنية، أمور تكتيكية، مدربين يدخلون في يعني في أمور المباراة، مهارات لاعبين تكون مريحة للحكم ومريحة للإداري ومريحة للمحلل وللكل وللجميع.
وتكون يعني مباراة جميلة على مستوى عالي. وأنا أعتقد أن مباريات دوري الصالات كلها على مستوى عالي، لاعبين على مستوى ممتاز ورفيع، ولهم صولاتهم وجولاتهم بالبطولات العالمية والقارية والإقليمية. إذن خطأ لصالح نادي القادسية، وليو إلى عبد الله شيخان، تصطدم الكرة وإلى ركلة تماس لصالح نادي اليرموك. هذا بيدرو أمامية توصل ويقطعها ليو، أمامية إلى كالفن يحاول يعدي كالفن، هو بالجول جول، ولكن يقطعها مهدي كان يعني مهدي أبو شهري، هذا مهدي أبو شهري اللي أمام كالفن اللي منع هذه الكرة عن هدف التعادل اللي محتاجه نادي القادسية من كالفن، من هذا اللاعب القصير المكير البرازيلي المحترف في صفوف نادي القادسية. وهذا بيدرو، يا سلام بالطقة بالنقصة، نقص هذه الكرة، أمامية توصل الكرة الثانية، ياخذها يوسف السلمان إلى كالفن بهدوء إلى ليو، إلى كالفن مرة ثانية، إلى ليو، إلى كالفن، كرات 1-2، هاتوا خذ، ولكن مهدي وسلامات، يعني كان في دخول غير مقصود لحارس المرمى مهدي بوشهري، وسلامات لكالفن. نشوف هذه اللعبة طبعا دخول، يعني دخول كان على الكرة، يعني ما كان قاصد فيها، ولكن اندفاع اللاعب واندفاع اللاعبين الاثنين، اندفاع حارس المرمى مهدي بوشهري واندفاع كالفن، صار في يعني احتكاك وسلامات، وان شاء الله يقوم كالفن يعني لاعب ممتاز ومهاري ومحترف وبرازيلي في صفوف نادي القادسية، وان شاء الله يكمل مع زملاء المباراة ونستمتع في لعبه ومهاراته، ولاعب ممتاز. إذن سلامات لكالفن، طبعا أخذ العلاج اللازم، وطبعا أخصائي العلاج الطبيعي يعني خليه ياخذ راحة شوية، يعني بعد هذا الاندفاع القوي، ويرجع مرة ثانية نشوفه مع زملائه في الملعب. إذن خطأ لصالح نادي القادسية، تلعب وتتسدد وتوصل عبد الله شيخان، يرد الكرة إلى محمد نايف إلى بدر المندي، وليو أمامية، ولكن المندي الطول يعني كان وراء اللاعب، يعني وضع ليو، هو وضع الكرة وراء اللاعب. إذن تلعب الكرة توصل إلى طبعا عبد المحسن بوشيبة، يرد الكرة توصل إلى محمد نايف، محمد يوسف السلمان، من الطقة ياخذها ليو إلى عبد الله شيخان، بيدرو ياخذ هذه الكرة. طبعا يعني شفنا نوعا ما تحركات بيدرو في هذا الشوط لقاية الحين نوعا ما. إذن توصل الكرة إلى نجيب إلى علي السيف وبيدرو مع الكرة، بيدرو علي السيف أمامية توصل بالكرة الثانية ويحاول يسدد نجيب، ولكن وين يا نجيب، بعيدة، راحت عالية بعيدة من نجيب هذه الكرة، كانت قوية جدا. إذن ركلة تماس أو ركلة مرمى لصالح نادي القادسية المتأخر للحين، يعني 5 دقائق ونص على بداية الشوط الثاني، و24 ثانية على نهاية الشوط الثاني. تلعب الكرة توصل ليو إلى بدر ياخذ الكرة، يا سلام الطوف، وياخذها علي السيف إلى عبد المحسن وشيبة، وتصطدم إلى ركلة تماس لصالح نادي اليرموك، ياخذ طبعا نجيب ينفذ هذه الكرة، كرة لا طبعا التماس ينفذها، نشوف ايش راح يصير، تلعب ويسدد، يعني كانت خادعة
كانت الكرة الثانية اللي علي السيف كانت كرة قوية بيسارة، يعني ممكن انها يحقق من الهدف الثاني، ولكن محمد نايف يطلع هذه الكرة الى ركلة طبعا زاوية لصالح نادي اليرموك. اليرموك والتسديدة وبالجول، ولكن تعدي راحت منك يا علي، راحت منك علي السيف. اليوم يعني انا اعتبره نجم مباراة، حاول محاولات كثيرة، تسديدات كثيرة، وعنده هدف، وكان بإمكانه يضيف أكثر من هدف. إذا أنت اللعب الكرة توصل إلى كالفن، كالفن إلى ليو مرة ثانية، يهدي يهدون طبعا نادي القادسية، يبي يشوفون الثغرات، يعني نشوف ضغط نادي اليرموك كان قوي. توصل إلى بدر المندي، بدر المندي إلى كالفن، كالفن يا سلام باللعبة الثانية إلى طبعا سلمان، ولكن يأخذها بوشهري، بوشهري تلعب الكرة إلى نجيب بيدرو، بيدرو إلى عبد المحسن بوشيبة، يحاول ولكن طبعا طلعها، يطلعها طبعا لاعب نادي اليرموك. طبعا دخول مساعد الخضاري وراض الحمدان الأرضية الملعب، وخروج بوشيبة. إذن تلعب الكرة توصل إلى كالفن، كالفن إذا مرة ثانية إلى ليو ناحية اليمين إلى طبعا السلمان، يعني كان في طبعا في اندفاع من طبعا يوسف السلمان، طبعا كان مندفع في هذه اللعبة، وطبعا في ركلة تماس لصالح نادي اليرموك. وطبعا عبد العزيز أمان حكم مباراة قريب على هذه اللعبة، وبالفعل قريب على هذه اللعبة، وفي خطأ على يوسف السلمان. تلعب توصل بهدي إلى بيدرو، بيدرو بيدرو ياخذها نجيب، نجيب أمامية توصل إلى الخضاري، الخضاري يحاول يعدي من كالفن، الخضاري ويحجزها، يحجزها يعني طبعا كالفن قوي، صحيح انه قصير ولكن قوي قوي، يحجز اللاعب وتلتفت وتلعب، توصل الكرة الى يوسف السلمان، الى ليو امامية، الى بدر المندي، ياخذها ليو بناحية اليمين، يحاول يتقدم ويشوف له واحد، وترد مرة ثانية الى بدر، بدر الى ليو الى كالفن، كالفن توصل ليو، كالفن يحاول يعدي ولكن في خطأ، في خطأ على مساعد، في خطأ على مساعد في هذه اللعبة. يعني شايف الحين نادي القادسية يحاول، نادي القادسية يحاول أنه يمتلك الكرة نوعا ما، يسيطر على الكرة، يعني يكون يتناقل في هذه اللحظات، يمكن لعل وعسى أنه يأتي بهدف التعادل، ببشارة لنادي القادسية بالهدف المريح لنادي القادسية. وهذا ليو وتروح الطول بعيدة فوق المرمى إلى ركلة كورنر لصالح نادي القادسية، إلى ركلة الكورنر من ليو بيسارة، بيسارة وطبعا لمسها الحارس. إذن تلعب الكرة توصل الكرة مرة ثانية، ياخذها طبعا تروح، تروح إلى ركلة تماس لليرموك. إذن مهدي أمامية توصل إلى محمد نايف، محمد نايف ياخذها بيده سريعة إلى ليو، ليو ليو كالفن، كالفن ومحمد نجيد متقدم، وأعتقد أنه في خطأ، أنا أعتقد أنه في في خطأ، في خطأ، يعني كان في اندفاع. إذن 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 في يعني نشوف هذا طبعا حكم مباراة ونقاش مع احد اداريين نادي اليرموك يعني في هذه اللعبه، في هذه اللعبه. اذا خليك واقفني بس، طبعا في خطا، نشوف طبعا تنفذ، تلعب توصل وتطلع وتروح. مهدي أمامية إلى مساعد، والطول على مساعد، الطول الطول تتنفذ مرة ثانية، محمد القويفلي لليون،
محمد وطبعا يطلع نجيب طبعا كان مع كالفن في هذه اللعبة. توصل الكرة إلى كالفن ونايف محمد نايف توصل الكرة إلى نجيب ويأخذها مرة ثانية كالفن إلى هات وخذ لترد مرة ثانية إلى كالفن إلى محمد القويفلي. كالفن يهدي يتقدم إلى بدر المندي إلى كالفن إلى ليو إلى كالفن مرة ثانية إلى محمد القويفلي إلى ليو إلى بدر. وهذه اللعبات ولابد أن يستثمرها نادي القادسية، لابد أن نشوف هدف من نادي القادسية بعد هذه اللعبات وهذا التناقل ما بين لاعبي نادي القادسية ونشوف حلاوة اللعبة. وهذه المرتدة وتنقطع الكرة وتوصل وفيه طبعا خطأ وانذار على طبعا حارس المرمى طبعا في طبعا لمسة يد على كالفن وهو طايح يعني كرة ضربت بإيده وسحبها يعني نوعا ما سحبها. إذن خطأ لصالح نادي طبعا اليرموك وانذار على محمد طبعا يعني نشوف الكرة يعني طبعا قرار حكم المباراة يقول ضربة جزاء محمد بلوشي يعني قراره وقرارها حكم المباراة. ونشوف هذه اللعبة يعني محمد البلوشي طبعا هو صاحب القرار وحكم مباراة اليوم وطبعا في ضربة جزاء لصالح نادي اليرموك وطبعا لغاية الحين طبعا واحد مقابل لا شيء. هل يضيف الثاني وطبعا نشوف اللي يسدد علي السيف يحاول يسدد ويطلعها محمد نايف يطلع هذه الكرة. إذن توصل طبعا سلامات محمد نايف وكرة كانت قوية وتسديدة كانت قوية ويطلعها محمد نايف طبعا وبقت النتيجة واحد مقابل لا شيء لصالح نادي اليرموك. وها طبعا طلعها وكان في دخول قوي يعني يبيها الكرة الثانية وطبعا وهو اللاعب نادي اليرموك اعتقد بيدرو وهو طايح سحب ريول طبعا محمد نايف وسلامات محمد نايف صاحب انذار اليوم. إذن طبعا مهدي بوشهري يعني اليوم الحراس الاثنين محمد نايف ومهدي بوشهري كل واحد فيهم انذار ويوسف سلمان انذار وطبعا ثلاث انذارات في مباراة اليوم لغاية الحين وطرد لبيدرو قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة طبعا بكرة مشتركة مع كالفن. إذن راضي تلعب يسددها وتصطدم طبعا في كالفن تطلع طبعا إلى ركلة تماس لصالح نادي اليرموك. توصل علي السيف علي يحاول يتقدم علي ياخذ محمد إلى كالفن يحاول يعدي ولكن وين طبعا قوي طبعا فهد غالب يطلع هذه الكرة من أمام كالفن. تمنى باقي 10 دقايق و 57 ثانية نشوف مباراة حلوة أكثر ويعني ما بين الفريقين ولغاية الحين أنا شايف أن مباراة حلوة ومباراة فيها يعني فيها لاعبين على مستوى عالي ممكن يعني
ينقصهم نوع من التركيز والتنافس على المركز الثالث شيء مطلوب، وذهنيتهم وتركيزهم على طبعا المركز الثالث نشوف يعني نوعا ما مسبب عدم التركيز من يعني الفريقين. اذا توصل الكره الى ليو، ليو اماميه تصطدم الى ركله تماس لصالح نادي القادسيه. محمد يحاول توصل الى عبد الله شيخان، الى ليو، الى محمد القويفلي، محمد القويفلي الى ليو، ليو الى كالفن، كالفن يحاول يعني توصل مره ثانيه الى ليو، توصل عبد الله، ليو، كالفن الى محمد، محمد مضغوط منه من فهد غالب، توصل مره ثانيه الى عبد الله، عبد الله شيخان الى ليو، ليو اماميه الى كالفن، كالفن الى ليو، الله يا سلام عليك ليو، الهدف التعادل، الهدف التعادل لنادي القادسية بعد تناقل كرات ما بين اللاعبين وصناعة كالفن، هذه الهات والخوض من كالفن والتسديدة على يمين مهدي بوشهري كانت قوية، كانت جميلة، كانت حلوة، وهذا الهدف التعادل وهذا اللي قلنا عنه. نبي نشوف مباراة حلوة، نبي نشوف مباراة جميلة ما بين الفريقين يستمتع فيها المشاهد وإحنا نستمتع فيها ونقدر نتكلم ونقول ونعطي حقوق اللاعبين في طبعا أرضية الملعب بلمحاتهم الفنية. إذن هذا ليون، هذا ليو، ليو يحاول يوصل الى كالفن، كالفن، كالفن اماميه ويترد مره ثانيه الى عبد الله، عبد الله يحاول ويطلعها منه، فهد يحاول يطلعها منه، كورنر ليو، ليو يحاول الى كالفن ويترد مره ثانيه الى ليو، مره ثانيه الى عبد الله، عبد الله يحاول وياخذها مره ثانيه، بيدرو، بيدرو، بيدرو اماميه، يا سلام يا سلام، وتوصل وتوصل مره ثانيه الى علي، علي السيف والطول، الطول، الطول، هذه الكره الطول، يعني انا شايف بيدرو عنده لمحات فنيه حلوه لغايه الحين، يعني ما شفناه بشكل جدي اكثر بس عنده لمحات. توصل فهد، فهد، فهد الى علي، بيدرو ياخذها مره ثانيه وترد مره ثانيه الى علي، علي السيف مره مع الكره، ويعني في 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 تغطيه ممتازة من نادي القادسية في هذه اللحظة. بيدرو، بيدرو، بيدرو يحاول، يحاول مع الكرة يسدد، وكالفن، كالفن معاه وياخذها، كالفن يدور أحد معاه ويتقدم ويعرض، ولكن ما في، راحت ابعدت هذه الكرة، كانت قوية، كانت سريعة من كالفن. إذا تلعب الكرة توصل إلى علي السيف، علي السيف، علي السيف يتقدم وتتسدد، ولكن كانت في القائم الأيمن، القائم الأيمن، ولكن من الخارج، من الخارج، هذا علي السيف صاحب الهدف الأول. نشوف تسديدته باليسار القوية وتضرب طبعا القائم، توصل الكرة، مبارك، مبارك طبعا في في خطأ على فهد غالب، هذا مبارك الهاجري اللي توه داخل ودخل مع يوسف السلمان، وهذا يوسف تلعب الكرة، عبد الله شيخان، كالفن مع الكرة يحاول يتقدم، يحاول يتقدم، وفهد يخليها ياخذها مهدي بوشهري أمامية سريعة إلى مساعد، 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 ولكن تروح يطلعها محمد نايف إلى كورنر لصالح نادي هذا مساعد، هذا طبعا مساعد الخضاري، وتطلع الكرة كورنر لصالح نادي اليرموك، نادي اليرموك. إذن تعادل، تعادل، وتروح الكرة إلى مهدي، مهدي توصل إلى راضي الحمدان ياخذها يوسف السلمان لصالح نادي القادسية إلى كالفن، يهدي اللعب عبد الله شيخان إلى كالفن، إلى عبد الله مرة ثانية، توصل الكرة إلى بيدرو ياخذها من امام، بارك مساعد مع الكره، مساعد يحاول يعدي، يوسف، يوسف،
وعبد الله وهات خذ مع يوسف يسدد ولكن يطلعها مهدي. مهدي ابو شهري الى طبعا كورنر وهذه تسديده كانت تسديده قويه والسبرنت كان يعني عالي وقوي من يوسف السلمان في هذه اللعبه والتسديده كانت قويه ويطلعها مهدي. مهدي هذه 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 يعني كانت رايحه للجول كانت رايحه بالجول. اذا كورنر لصالح نادي القادسيه وسبع دقائق 51 ثانيه وتعادل وتعادل طبعا هدف لعلي السيف والتعادل لليو للقادسيه. اذا طبعا محمد بلوشي حكم مباراه اليوم وعبد العزيز زمان وعادل العنزي وساره دشتي وطبعا مقيم اليوم محمود المتروك. ركلة تماس لصالح نادي القادسية وهذا كالفن في التنفيذ وليو معه وكالفن ودخول قوي دخول قوي من راضي. من راضي نقول سلامات لا يعني ما توصل. أنا أقول يعني في دخول قوي من راضي الحمدان وإنذار على راضي الحمدان يعني نقول سلامات لكالفن. كالفن سلامات ليو مع الكرة إلى كالفن. ليو يتقدم يحاول ولكن مهدي مهدي يطلع هذه الكرة توصل إلى يوسف. يوسف مرة ثانية إلى ليو ياخذها ويستلمها ويحاول يعدي وترد الكرة مرة ثانية إلى كالفن. كالفن إلى ليو مرة ثانية ويحاول يعدي ويوسف تنقطع إلى راضي. نجيب براسه إلى بيدرو هات وخذ ولكن الطول الطول إلى بيدرو مرة ثانية. بيدرو يحاول يتقدم ويطلعها يوسف يشتتها يوسف بالمكان الخالي بالمكان البعيد ولكن رمية تماس لصالح نادي القادسية. تلعب الكرة ليو كالفن كالفن مع الكرة يحاول يعدي توصل إلى ليو. ليو إلى مبارك مبارك إلى كالفن 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 يحاول يسدد توصل تصطدم في بيدرو تروح إلى فهد غالب ياخذها ليو أمامية توصل إلى مبارك مبارك إلى يوسف ويا سلام عليك يا يوسف السلمان. برافو برافو برافو. طبعا طبعا اصطدمت الكرة في بيدرو وكانت الكرة قوية ويعني دي طبعا ونقول سلامات وياخذ العلاج الطبيعي من الاخصائي لنادي اليرموك. وطبعا الكره كانت قويه ويوسف السلمان يطلع هذه الكره لعلاج احد لاعبين نادي اليرموك المحترف البرازيلي بيدرو. بيدرو اذا محمد بلوشي حكم مباراة اليوم. اذا تلعب وبرافو من فهد غالب يرد الكرة لمحمد نايف توصل الى ليو. ليو توصل الكرة مرة ثانية الى مبارك الهاجري رد في هذه الكرة الى ليو. ليو الى كالفن كالفن بيدرو كالفن كالفن ومضغوط من نجيب يحاول يعدي. نجيب يحاول يدخل وهذا جول هدف هدف راحت راحت عليك يا علي 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 السيف علي السيف. وطبعا سلامات سلامات يعني كرة كانت يعني نشوف هات وخذ ومن طبعا فهد غالب لي علي السيف وطلعت وراحت الكرة ونقول سلامات لمحمد نايف في شد في شد قوي يعني على محمد نايف يعني ونقول له سلامات وإن شاء الله يرجع مع زملاء يعني هو من بداية يعني الشوط الأول وكان يعاني طبعا من إصابة وطبعا من حقه أنه يتعالج حارس المرمى ويأخذ العلاج والأخصائي العلاج الطبيعي طبعا يعالجه وقام إن شاء الله بالسلامة يعني يرجع مع الزملاء او واصل المباراة اللي باقي عليها 6 دقائق وثمان ثواني ثمان ثواني مباراة يعني
أنا أشوفها جميلة من الفريقين، هي قوية قوية جدا، يعني لأن التقارب المستوى ما بين اللاعبين والمحترفين اللي ما بين الفريقين قوية. المباراة ما نشوف فيها ثغرات، ونشوف كل كرة مقطوعة مثل هذه الكرة من يوسف السلمان اللي قطعها إلى ركلة تماس لصالح نادي طبعا اليرموك. عبد المحسن بالتنفيذ، وشيبة ينفذ هذه الكرة توصل إلى نجيب. يا سلام، يعني حلوة فكرته، حلوة إنه يعني يخطف هذه الكرة ويعدي ويسدد، ولكن قراها بشكل سليم ليو المحترف البرازيلي طبعا صفوف نادي القادسية. إذن التعادل حاضر، والتعادل عادل ما بين الفريقين، واحد لغاية واحد للجميع للكل. عبد المحسن، فهد غالب أمامية توصل، يا سلام عليك من علي السيفي، يعني وهو على الطاير ينزل هذه الكرة، ولكن طلعها طبعا أو ما استغلها. فهد طبعا عبد المحسن بشيبة في هذه اللعبة تلعب الكرة توصل ليو، ليو إلى يوسف، ولكن طلعت من يوسف، طلعت. إذن تلعب الكرة توصل إلى نجيب، نجيب إلى علي، علي السيف إلى فهد غالب، محمد القويف اللي معاه، وتوصل ترد مرة ثانية علي، علي ويخطفها منه، ولكن مهدي وشهري يوسف كان منتبه وخطف هذه الكرة وحاول يتقدم فيها، ولكن مهدي وشهري يطلع هذه الكرة إلى ركلة تماس لصالح نادي القادسية. ليو كالفن توصل إلى يوسف، يوسف السلمان لكالفن، كالفن إلى ليو ترد الكرة إلى كالفن، يحاول يتقدم من بيدرو، حاول يتقدم ولكن يأخذها نجيب توصل الكرة إلى طبعا يسددها بشكل حلو بشكل جميل. يوسف يخطف هذه الكرة، يعني أكثر من كرة يخطفها ويسددها يوسف، يعني يحاول ويواصل مع نادي القادسية يوسف السلمان. إذن يطلعها مهدي بوشهري إلى كورنر لصالح نادي القادسية اللي فاجأتنا في هذه الكرة. إذن توصل الكرة إلى بيدرو يحاول، بيدرو يعرض، بيدرو وتطوف هذه الكرة وتروح هذه الكرة، يحتاج لها متابع، وعلي السيف كان بعيد شوية. تلعب أمامية كالفن ومعه نجيب، كالفن ويطلعها نجيب، ويطلعها إلى ركلة تماس. 4:39 على نهاية الشوط الثاني، والمباراة بالتعادل الإيجابي 1-1 للفريقين. إذا ما انتهت المباراة على هذا الشكل طبعا راح يكون على نفس الترتيب، اليرموك المركز الثالث والقادسية المركز الرابع، وكل من يطمح أن يكون هو ثابت وبثلاث نقاط عن الثاني. إذن يخطفها ليو هو الجول، ولكن يا سلام عليك يا بهدي، يا سلام، يطلع هذه الكرة من أمام ليو، يعني حاول يعدي ويطلعها مهدي بوشهري إلى ركلة تماس لصالح نادي القادسية. إذن ركلة تماس تلعب الكرة إلى كالفن، إلى ليو يحاول، إلى كالفن مع الكرة إلى ليو أمامية، توصل الكرة يسكنها محمد القويفلي بصدره، يعني هاكل ياخذها مهدي، وكالفن ياخذ الكرة من أمام بيدرو، ولكن في خطأ طبعا على بيدرو، وإنذار طبعا هذا المحترف البرازيلي طبعا اللي في صفوف نادي اليرموك، وكان في اندفاع على كالفن اليوم، يعني وايد سقط على أرضية الملعب، وايد يعني كان عليه احتكاكات، لأنه لاعب سريع، لاعب مهاري، ما تقدر توقف إلا بهالطريقة. إذا تلعب الكرة إلى ليو يحاول يتقدم ويسدد ويطلعها مهدي، فهد غالب مع الكرة، وهذه المرتدة إلى بيدرو يحصلها ولا تطلع، راحت
توصل إلى محمد نايف، محمد إلى محمد القويفلي إلى كالبن، يحاول يسدد ولكن بيدرو أمامه، بيدرو وهذا كالبن يعني هل يستطيع أن يكمل المباراة؟ يعني اليوم كان في جهد كبير على كالفن يعني أكثر من كرة، أكثر من يعني شفناها في احتكاك مع كالفن. إذن في وقت طبعا مستقطع يطلبه مدرب فريق نادي القادسية عيسى فلاح، طبعا يحاول يوجه في 3:43 طبعا هذا عيسى فلاح مدرب وطني عميد وشيخ المدربين الوطنيين للصالات، طبعا يوجه وياخذ يعني طبعا تقبلون تعليماته ويطبقون تعليماته لأرضية الملعب، وهالدقائق هذه الحرجة اللي يحتاج يعني أن تغير النتيجة وتغير المركز، لأن نادي القادسية بالمركز الرابع بنفس النقاط مع نادي اليرموك. إذن غدا طبعا العربي وكاظمة اللي كاظمة 30 نقطة وهو بالمركز الثاني، والعربي لا زال ب 14 نقطة وهو بالمركز الخامس، أما السالمية بالمركز السادس والسابع التضامن. إذن لقاية الحين صدارة دوري الصالات مع نادي الكويت اللي متفوق ب 33 نقطة ومبدع في الإمباريات ومبدع في لاعبينه، وكذا نادي كاظمة اللي له لاعبينه ولا محترفينه ومنافس قوي وشرس مع نادي الكويت، واليوم مباراة فيها تنافس جميل ما بين نادي القادسية ونادي اليرموك على المركز الثالث، وحق مشروع لكل الفرق اللي تنافس في دور الصالات الكويتي. إذن طبعا رجعوا مرة ثانية اللاعبين على أرضية الملعب، يوسف إلى ليو إلى محمد، محمد إلى ليو، إيش راح يصير؟ وتوصل الكرة إلى محمد يحاول ومهدي، يعني أنا أسمع علي فلاح، عيسى فلاح وعيسى فلاح وعلي فلاح أخوان، واثنيناتهم لاعبين نادي القادسية السالمية، وطبعا أسمع يقول له شوت شوت، يعني باللحظات الأخيرة يعني لحظات يكون فيها بالمركز الثالث. إذن داليو مع الكرة توصل إلى كالفن، كالفن يحاول وبيدرو أمامه إلى يوسف السلمان، توصل الكرة مرة ثانية إلى كالفن، يا سلام يحاول يعدي، وهذه السرعة وهذه الانطلاقة اللي نقول عنها، ولكن كرة الصالات يعني أعتقد لو بالكرات العادية راح يكون أسرع وانطلاقته أحلى لهذا اللاعب. إذن توصل إلى محمد القويفلي يسكنها ويتقدم وترد مرة ثانية إلى يوسف، يحاول يلعبها ليو بالكعب ولكن طالت وبعيدة على كالفن، تلعب الكرة توصل لخضاري، خضاري مساعد ولكن توصل محمد نايف، محمد إلى محمد القويفلي إلى يوسف، يوسف السلمان يتقدم إلى كالفن، يوسف ويطلعها مهدي من أمام يوسف السلمان، مهدي بوشهري، بوشهري يطلع هذه الكرة من أمام، هذا مهدي، هذا أبو شهري اللي طلع هذه الكرة، وصاحب إنذار، وصاحب إنذار، وسلمان نقول له سلامات، وطبعا طايح على أرضية الملعب وإن شاء الله يقعد، يعني هذا من التعب، من التعب والجهد الكبير اللي بذله يوسف سلمان اليوم. إذن توصل الكرة إلى كالفن إلى ليو، كالفن مرة ثانية إلى محمد، محمد إلى كالفن، كالفن توصل إلى ليو، يحاول يعدي، يحاول يعدي يوسف، يوسف وكالفن ياخذها بيدرو، بيدرو بيدرو نبي شيء منك يا بيدرو، نبي نشوف شغله احترافيه منك يا بيدرو، وطول هذه الكره وياخذها وتوصل من طبعا محمد القويفلي، طبعا هو في خطا، هو في خطا، في خطا في هذه اللعبه لصالح نادي اليرموك، لصالح نادي اليرموك، والتعادل قائم، وعلي السيف شويد، وعلي السيف صاحب هدف الأول وراضي،
إلى بيدرو. بيدرو يحاول يتقدم، يسدد، يعرض، ياخذها كالفن، يعدي، يروح، ينطلق، وطبعا توصل ترد مرة ثانية إلى بيدرو، وطبعا في خطأ على محمد القويفلي، وخمسة فاول طبعا على نادي القادسية، خمسة فاول. حكم المباراة طبعا عادل العنزي يعني يتكلم ويقول لي محمد البلوشي حكم أول، يقول خمسة فاول على نادي القادسية وخمسة فاول على نادي اليرموك، وأي خطأ فيها طبعا العشرة أمتار. وتوصل تلعب علي، يحاول بيدرو من ناحية اليسار، علي السلم، علي السيف، ياخذها من أمامه كالفن وعبد الله شيخان أمامه، وطبعا في خطأ، وطبعا على نجيب. يعني اليوم كالفن يعني كثير، يعني اليوم كثير احتكوا في كالفن. أنا هذا الرابع أو خامس مرة أشوفه على أرضية الملعب، وكان كرة مشتركة قوية. إذا تلعب الكرة توصل إلى عبد الله ليليو أمامية بيسارة، يأخذها طبعا على السيف إلى نجيب يحاول يسدد، وتطلع الكرة تروح من نجيب إلى ركلة مرمى. دقيقة وتسعة وعشرين ثانية وخمس، كل فريق قادسية واليرموك عليه خمس طبعا أخطاء. إذا تلعب الكرة توصل إلى بيدرو أمامية، توصل إلى ليو يتقدم إيش راح يصير، يأخذها من أمامه راض الحمدان إلى نجيب إلى بيدرو كالفن بيدرو، ولكن تروح وتطلع إلى ركلة كورنر لليرموك. هذا بيدرو. دقيقة و11 ثانية إيش راح يصير في المباراة؟ هل تنتهي المباراة على هذه النتيجة؟ هل يحرز هدف نادي اليرموك في هذه اللحظات وهذه الأثناء؟ أم القادسية له كلمة ثانية، له مرتدة ثانية؟ نشوف. وتلعب ويأخذها وتتسدد، ونشوف وترد مرة ثانية إلى علي يأخذها وترد الكرة ليو أمامية، ولكن إلى ركلة تماس. هل تتجه المباراة لكل واحد 17 نقطة ويظل على ما هو عليه بالمركز الثالث لليرموك والرابع للقادسية؟ إذن 57 ثانية، نشوف 57 ثانية إيش راح يصير عليها ويصبر عليها على نهاية المباراة. تلعب الكرة توصل عبد الله شيخان إلى مهدي إلى نجيب إلى بيدرو أمامية إلى نجيب يحاول يعدي، توصل الكرة إلى علي يسدد، وتوصل الكرة مرة ثانية وبالرأس يأخذها بيدرو ترد مرة ثانية إلى كالفن وثلاثين ثانية وتسعة وعشرين ثانية، يطلعها مهدي بوشهري إلى ركلة تماس لصالح نادي القادسية. 28 أو تلعب الكرة توصل إلى نادي اليرموك. بيدرو مع الكرة، بيدرو و 18 ثانية 17 ثانية خلاص. بيدرو يحاول ترد الكرة إلى راضي إلى بيدرو، وطبعا نادي اليرموك، وهذا علي السيف، وياخذها ليو ويسدد، ولكن راحت وثانية، واعتقد خلاص انتهت، يعني خلاص ماكو يعني ثانية. وطبعا صفر حكم المباراة محمد البلوشي على تعادل مباراة اليوم. مباراة جميلة، مباراة حلوة ما بين الفريقين، ما بين نادي اليرموك ونادي القادسية، مباراة كبيرة طبعا اللاعبين وطبعا المدربين، ونقول مبروك للفريقين، أداء ولعب وحماس في مباراة اليوم. يبقى نادي اليرموك 17 نقطة بالمركز الثالث، والقادسية 17 نقطة بالمركز
الرابع على الخير والمحبة نلتقي ولنا عودة إلى استديوهاتنا التحليلية بقيادة خالد العتيبي والمحلل الوطني علي ضيف الله والمحلل الوطني مبارك الحسيني والخبير التحكيمي عادل الشطي. معاكم محدثكم منصور عبد الله الشطي.